مجددة بكم مشاهدينا. يعني في الجزء الثاني لبرنامجنا لسهرة اليوم كان المفترض أن نعالج قضية سيدة ليندا اللي كان عندها مشكل نفقة مع زوجها. نعتذر منها لأنه في آخر لحظة لغينا التسجيل معها وعوضناها بالسيدة عقيلة اللي جات في حالة مستعجلة من خنشلة رفقة بنتها رانيا. حنقول لكم وحين تقولوا كذلك أنه في كل مرة تعودون بقضايا رقية وقضايا كما يقولون في الفيسبوك الخريفات وكذا، لكن هذا مرض راه يتعاني منه رانيا. ونقول لكم ان رانيا جاتنا مستعجله من خنشله وفي المقر يعني بدا يسيل الدم من فمها في حاله قضيه تحبس الانفاس. صوري حاضره معنا احنا، لذلك نرحبوا بك سيده عقيله. احنا ما كنتيش كاع مبرمجه باش تجوزي معنا اليوم، لكن بالنظر الى حاله بنتك والله يجوزناك باش نقدروا ربما نعاونوك. بارك الله فيكم. فيكي بركه. تفضلي سيدتي. شي بنتي عندها 18 سنه، عندها عام 17 سنه، بدات لها الحاله هذه تتقي الدم. ملي بدات تتقي الدم دخلت بها السبيطار، ديتها لورجونس الخطره الاولى، ومن بعد كي رحت للطبيب حكمها في السبيطار. عادوا ديروا لها في زاناليز الراديو، بعد داروا لها الفيبر وهذاك، داروا لها سكانر. عندي الدوسي تاعها، شافوها قداش نوم وهي تتقي. ماشي تقي بالطاس هكا، نقولوا ايطره نص سيطر هكا من الدم. من الدم هيه. كي عيروا كي شافوا قال لي ما كان لبس عليها، مش يعني حاجه دي. وهو الدم نتاعها تاع الفصيله نتاعها. هي شما قال لي الدم ما بها والو. جاتني ممرضه قالت لي مدام انا ما تديش بنتك الراقي، بنتك ما كان والو. ماده تاعها صافيه، كلاويها درت لها راديو على الكلاوي، قالوا لي ما عندهاش، كلاويها صافي لاباس عليها. تتقي الدم، هل تتقي اشياء اخرى يعني؟ كي ديتها للراقي وانه باباها رقى عليها، هو رقى عليها الصوف، خرجت كي شاف الصوف هو بعد الصوف هاي الصوف من فمها، من الصوف وانني مع المرقين مع الصوف خرجت لي الحجر من فمها. كي دير تخرج هيك تشوف الحاجه تخنقك، كي ترد الحجر. نعم. كي رجعت الحجر، من الحجر رجعت المسمار، تقعد هيك المسمار موجوده يخشف. عندك هذه الاشياء؟ هاي عندي. نديرها منا سيدتي، اعطينا نسلمها للشيخ. تفضل. هذه حجاره والمسمار يعني. وهذوك النقابيات من فمها. نعم؟ من فمها. هذا يخرج من فمها. ها انا علاه سالتك، شوفوا المسمار هذا، ها هو مسمار حقيقي. مسمار حقيقي مصدد والعلبه مملوءه بالحجاره وبالمساسك والليباري. هذاك الدم اللي كانت تقياه فيه، هذاك ماشي الدم نتاعها. هذاك الدم لعله يكون كيما تاع الطفل اللي جاز عندنا اللي كان يشرب الدم وما يروحش في ذاته، وانما الجن يشرب الدم من خلاله ويأذي به انسان اخر. عندك الصوف؟ هاي عندي الصوف. ورينا الصوف. ورينا الصوف، ورينا الصوف. افدي بيدك. هذا جواب ليها ويقول لك خرافه وما كاش منها. هذه الصوف. هاي الصوف هي. ما تقيش بزاف يا خويا، لانه ربما كثير حيشوفونا ما يامنوش واش انا نقولوا، ولكن ها والشعر وري لهم الشعر اللي تخرجوا. هذا الشعر لعله تاع كاش بنت راه الجن يسخرها تقطع شعرها ويخرج عند بنتك. انا نقدروا نشوفوا كذلك الصور اللي تمر معنا. والصوف خرجت لها حتى من ودنيها. الصوف تاع الغنم يعني. رانيا تحكي لنا واش تقول يماك يخرج عندك صح الصوف من ودنك؟ اي تحكي لنا انت. احكي درك. انا بدات الحاله نتاعي بدات من الدم، بديت نقي الدم، جاتني قلت لعله مرض ولا. ومن بعد ظهر ما عندي حتى مرض، داويت الطب، رحت للطب داويت قالوا لي لاباس عليك. ومن بعد قالوا لي اخرين، نصحوني اخرين قالوا لي رقي لعلها رقي، هذه حاجه تاع رقيه. بديت الرقي، كي بديت الرقي بدات الحاله هاجي، بدات لي الحاله الاولى بدات لي بالصوف، بديت نقي بديت نرد في الصوف، بديت نخرج الصوف ونخرجها بفمي، نجبدها كي نلوح بيدي بالسفله تخرج، نحس حاجه تكون قتني لهنايا. سيده راكي متاثره كثير، نحسوا بك ربما، ولكن تخرجهم صعوبة، درك تخرجهم صعوبة، تخنق هيك تتقفل منها، تقفل باش تخرج لها الصوف هذه. رميت روحها من الطابق الثالث، حاول. هي. كيفاش قلت لك نحكي لك القصة يفرزوا؟ لقيت الحبلة كسلعوب السيد كان في الكارتون، ومن بعد هما رقدوا وصلت 12 ونص وبالباب طبطب على جارهم قال لهم ما بنتك من تحت، كي شافوا قال لك الباب مسكر، كي حلوا لقاوها لتحت.
ولا شوفي باباها ما على بالوش باللي راه حكمها بالكتب يضربوها. شوفي يا الطبيب تاع العظم قالك يعني على الاقل على الاقل تبقى 6 شهر ما صار لها والو. شوفي شهر رجعت تمشي لاباس عليها كي ما صار لها والو من بعد يولي ومن بعد شوفي تتقيا في الدم ومن الدم تقيا الحجر ومن الحجر المسامر ومن بعد النقابيات ومن بعد الشعر ومن الشعر ولا راجل يخرج لهم يتحل الباب ويدخل نورمال هما يشوفوا اي تشوفوا ما يشوفوش يعني انا سقسوا الشيخ شمس الدين يشوف راجل قلت انت كنت احنا ما كنتش صحح معلومات. هذا السحر الذي اصاب هذه البنت انواع منه ما يسمى بسحر التخييل. سحر التخييل ربي واش قال على سحرة موسى؟ فخيل اليه من سحرهم انها تسعى. فخيل بمعنى هي الوحيده اللي راح تشوف هذه الاشياء ولا اللي اصابهم السحر، لانه ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. ما دام هي شافت الباب يفتح فهو السحر يخيل اليها ان الباب يفتح. فهو يتلاعب بالناس ويؤذيهم. خاصة إذا كان عفريت كافر عتل لا يؤمن بالله ولا برسوله. ولعل أنت مشيتي في مقبرة للعفاريت أو مكان للعفاريت. يعني أنا علاني نقول هذا الكلام أستاذي، أنا مدابيا نقول باللي هذا مرض عضوي ويعالج في مصطفى باشا، ولكن الحقيقة هذا سحر لابد نقولوه. والسحر حقيقة موجودة ماشي خيالات. الطفلة هذه راهي تخرج من فمها المسامر والحجر، ها هي الحجر كبرت من عينيها والصوف كبرت من عينيها ومن عينيها واش تخرج الورق. الورق الورق هذا الورق عليه كتابة ولا ليس عليه كتابة؟ ما في حتى كتابة. شغل يتقطع لي كي نجبد هذيك الورقة حتى تتقطع. لو كانت تجمعي مجموع الورق تخرج لك كتابة. ماهيش مكتوبة. لأن واحدة الطفلة كان يخرج من عينها الورق ولكن لما جمعت وأنا قرأتها هي آيات قرآنية. تخرج من عينها. تدمعها كي تقعد تدمع. بكي كانوا يخرجوا بسهولة. يخرجوا هكا تدمعوا تحكمهم يخرجوا ساعات نحكمهم لهنا هيك يخرجوا. ومن بعد جاي من بعد ولات عاد تخرجهم بصعوبه كي يخرجوا قالت لي تقول لي يا مشغول يتقطعوا بداو الساعه كي بدات كي دير هيك هي الطبشه ما يحبط الدم هاي الدم ومن بعد الدم الدم ولا طيش الورق. الحاجه انت يا يماها انت كنتي تحضري كي كانت تخرج الصوف تشوفي بعينك هذا الحقيقه تشوفها بعيني هيك يعني تشوفها بعيني. لو كان شخص اخر يحكي لنا هذا القصه ربما يشوفوا كل لا ربما ما نامنوش ولا ربما نقول شيء ولكن انا عاده في مثل هذا النوع من القضايا نتحول الى مشاهد نولي نتفرج فقط نتفرج ونحب نفهم بدافع الفضول. جيد يعني اذا كانت الام هي اللي تروي القصه هذه اذا اعرف بانها تبحث عن حل وليس عن علاج. لماذا؟ لان العلاج ما وصلوش العلاج خلاص انتهى الامر. لا الاطباء يعني كي قالت لك ما خليناش وصلت الطبيبه لا وصلت طبيبه تقول لك روحي اعملي رقيه يعني هذا الامر تجاوز الطب. كان لازم تشوفها استاذ كي تقدموا المقر صباح باش يشوفوا الحاله اللي كانت فيها الطفله. والله العظيم تستلزم انه نوقف عليها الحد. نعم ولكن انا سمعت قبل لحظات قلتي بان الاب تاعها ضربها ها واش في الضربه هذه كي تكسر. لا ولكن هذا من باب هذا انه حكيت لك من هذا السؤال من باب انه قبل ما هكذا هل الاب ولا الام يعالجوا الابناء تاعهم بالطريقه هذه؟ هذا هو قال لك الطفله اول ما بدات الحكايه خلاص قال لك الطفله كانت تلبس عليها تقرب طيب تمسح تدير كل شيء كي شافها من هي قال لك واه تبعث روحها ولاش لازم يحب يفهم شنو السبب يعني تضربها راح تزيد كي ضربها لازم الاب هذا يعلم باللي الشيطان واش من لحظه اللي الشيطان يسكن الانسان في هذه اللحظه تاع الضعف. على حنايا العاده تاع مالينا ولو ما يعرفوش بزاف بصح كانوا ما يخلوش طفل يدخل بيت الخلا يبكي. شوفي ابشري خيرا المرض تاعك هذا عنده علاج ان شاء الله. حنا وقت نخافوا كي تكون حاجه ما عندهاش علاج يا وناس وصلوا اكثر من انت اكثر ما تقدريش تتصوري الحاله اللي وصلوا اليها. وهذا الشيطان دوك يحاول يذلك. سمحي لي نسقسيك على المباشر البطن تاعك ينتفخ ولا لا ينتفخ؟ اي ينتفخ. شفتي علاه كي تتهم في الشرف نتاعها. هذه استاذه في الجامعه وداروا لها ولا البطن تاعها كانها حامل حتى باباها وخاوتها والحي كاع التلاميذ نتاعها في الجامعه ولاو يقولوا لها وقت المزيون وفي النهايه هي السحر. تشوفها تم تقول 6 شهور 7 شهور تقول هي حامل هو مجرد سحر وانتفاخ.
واحد الساعة ساعة ونص هكاك. هذا دليل على أن هذا سحر والسحر يزول برقية شرعية. نعيد النداء للسبوعة تاع الجزائر الرقات العلماء. أنا دائما الرقات العلماء ما نحبش نقول كلمة الرقات وحدها، نقول الرقات العلماء يتصلوا بنا لأن هذه البنت لها علاج. على بالك الرقية كما الطب، خرجت من واسمحي لي، واحد يروح لعشرة أطباء يصيب على واحد، هكذاك الرقات قادر نشوفوا عشرة عشرين واحد اللي تكون عنده الحكمة نتاعها. جاو المرقين للدار. نعم. قالك الدار عامرة، لازم تبدلوا العتبة. بدلوا العتبة. هذا الدار سكنتوها جدد ولا قدم ولا؟ الدار الأولى من 14 سنة. هذه اللي رحنا لها ما عندناش شهر ونص هكاك. ودخلتموها بالخير والبركة، ما فيهاش ربا ولا ذبحتوا ذبحتوا سيلتوا الدم في العرس ولا حاجة هكذا مما يأتي بالجن يعني. وقتاش يصرى لها هذه الحالة؟ وقتاش تخرج؟ الوقت عندها وقت محدد ولا يوم كامل؟ الصفت رجعها الصباح السبعة، السبعة وربع. يوميا هي راكدة يوميا. الصباح كي ترد الفراغ ترد. والحال وهذا تاع لكم من العصر، من العصر حتى للتسعة. كي نجي نصلي ولا تجي تصلي مع الصلاة، تجي تصلي نجي نركع، انا نجي نركح وما يهبطوا لي باش ما يخليش تعاود تقعد. تحكي مني رجلي تتقل، رجلي تتعوج خلاص. حتى نبقى نرقي عليها نرقي عليها، تبقى ترقي لي عليها امك، تبقى ترقي لي شويه هيك ترجع صباعي يرجع لورا خلاص. هذا كافر لا يريدك أن تصلي ولا تقابل القبلة لأن هذا يؤذيه ويتأذى بصلاتك وأذكارك وقراءتك للقرآن. نقولها نوضي نوضي صلي كتاب القاعدة، صلي بالقاعدة في وقت الآذان ولا كيف تحسي نفسك؟ الآذان ما تجيبش تسمعه. هاي لي نقول لك على أنا على سألت على الآذان. تمشي في الآذان كيفاش تدير واحد يذن تحكي؟ استني دقيقة. سيدنا رسول الله يقول إذا أذن المؤذن فر الشيطان وله ضرار. الشيطان ما يحملش الآذان. إذا كان بعض الرقات العلماء بدا بينا يعجلوا، والله أنا أتألم نشوف طفلة 18 سنة جاية للدنيا يعني وتؤذى بهذه الطريقة، ولا أخفي عليك أظن أن كاين عين حاسدة لدات لها هذا السحر، لأن كاين ناس حاسدة يحبوا يأذيوا الناس. شيخ ولكن علاش في السنوات الأخيرة نسمعوا بزاف قضايا السحر؟ وهي موجودة موجودة من وقت سيدنا آدم، وإنما لما جاء الإعلام، الإعلام برزها. هي موجودة بكثرة. احنا مالينا ما كلش يعرفوا. يقول لك بعد المغرب ما تخرجش للزنقة، كانوا يمنعونا المغرب تدخل للدار، ما تتخطاش الزيقو. انا يما كانت كي تجي تزيقو تجيب الدعاء، ما يعني كانوا احنا كانت عندنا تربية وقائية، الان ما يعرفوا والو. سيدتي كيفاش راكي تعيشي معها رانيا؟ كانت طالبة جامعية، تقرا في الليسي. هيك تقرا في الليسي كانت لاباس. ماهيش تقرا اليوم. دوك ما تقراش لاباس. حبيت نعطي معلومة لو كانت تسمحي لي باش المشاهدين يفهمونا. في اللحظة اللي كانت تسنى الطفلة، كي كانت تسنى الدالة تاعها باش تجوز في الحصة، وري لهم واش خرج لها. وهي هنا في قناة النهار. أنا علمت هذا الآن. هذا وشنو؟ كوارط ولا وشنو؟ هذا دم، تردو دم. في اللحظة اللي كانت تنتظر هنايا نسأل الله السلامة. وإن شاء الله كاين رقات عم يسمعونا بإذن الله. العالمين الشيخ أخويا بغي تراقي برك ما نحب حتى حاجة من الدنيا. وكاين صالحين سنين نقول لك بزاف ناس يبحثوا على الراقي. على بالك الراقي سبب من الأسباب، ولكن أين مسببها؟ احنا نروحوا للدعاء تانيك ماشي غير الراقي، نروحوا اللي خلق الراقي يا ربي سبحانه ندعيو. كاين ناس صالحين اليوم قوموا الليل يا سبحان الله. على جال هذا الطفله صلي ركعتين وفد يدك ودعي ربي، قل له يا ربي هذيك الطفله من خنشنا اللهم اشفيها بشفائك وعافيها بعافيتك تصبح برات. لان الدعاء يعني يرد القضاء. اعلم ان من الدعاء يعني اعلم ان بعض الدعاء يرد القضاء. سبق في علم الله فلان يمرض اذا ما دعولوش، اما اذا دعولوا يبرى، هكذا مكتوبه. فاحنا ثاني كنا نطلبوا من جميع الناس. دوكا واحد ماهوش راقي يقعد يشوف واش يدير، يعينها بالدعاء. هي مصابة ومبتلات ولكنها تصلي، هكذا قلتي لي. شوف تصلي رجليك يتعوجوا. واسمك؟ واسم الطفلة؟ رانيا. رانيا كي تجي تصلي الاذان يوجعك؟ اي ما نقدرش نسمع الاذان خلاص. غطي ودنيك بيدك. اي بصح تروحي تتوضا. راح نتوضا. كي تجي تصلي رجليك يتعوجوا. اي وتفشلي وتتقالي. تصلي بالقعده. وتصلي قاعده. ولي صحتك ما كاش خاطر يفشلك كاع، ماذا به يحطمك. ولكنك تصلين. اي ها شوفي كيفاه حافظتي على صلاتك وكيفاه الناس لاباس بهم الحمد لله ولا يصلون. ها
ها هو أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل في الأمثل. تتصور أنت بلي ربي سبحانه يديم عليك هذا البلاء؟ والله أسأل الله أن يكون بلاء مؤقت وله نهاية. تفضلي سيدتي. واش نقول لك الشيخ اخويا، نطلب من رب العالمين داويوها برك ان شاء الله. حتى حاجه ما نحبكش ما كان راقي، داويها ما نحب حتى حاجه من الدنيا. ان شاء الله نداءك يكون الحق سيدتي رانيا. واش قلنا في الختام؟ انا نتمنى لكاش راقي ولا كاش واحد يشوف فيا وينجم الحاله نتاعي يدير لي علي. انا تعبت وكرهت البنات كل لاباس عليهم الا انا. ساعات تنطحر تقول كنت نطحر، ساعات تجيني فيك نحب غير نقتل روحي. هذا ما كان. لا 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 تفعلي هذا، تفسدي الاخره نتاعك. ما هي الا ايام في هذه الدنيا، وتبراي وتكوني مليحه ان شاء الله. سيدتي واش تقولي في الختام؟ نتمنى من رب العالمين يعني لو حلا ربي كانش يعني انسان راقي صالح يعني يسمع له رب العالمين الرقي يعني الكلام يعني ولا من هذا. ان شاء الله دخلنا البلاصه هذه ان شاء الله ترتاح. تهلنا كرهت يعني مرضنا. شوفي كل دقيقه يتدخلك هكاك الباعره وما كنتيش في الجراف يعني التليفون. انا عندنا عام كرهنا حياتنا، لا ناكل ولا نشرب ولا نلبس ولا حاجه. نزقو من تاع اختي زاد علي ما كانش حد يسمع فيها يعني. وشوف الحاله هذه يعني ينجم يرقيها ان شاء الله. اكيد حنا اللي جوزوا معنا في البرنامج الحمد لله يا ربي كامل برا وكامل عاود جاوبينا صحاح وشافينا هذيك امنيتي. انا قلت لها نروحوا الطراش نركبوا البارح قلت لها ماركي ونروحوا ونروحوا للنهار ان شاء الله. سمي بردو ثم نيسو ثم نيسو لا كان جاب ربي الشفاء جاب رانيا براس الحمد لله وهي تعافات ان شاء الله يا ربي. جزاكم ربي خير ان شاء الله. استاذ حقيقة راه كل مشاهد اليوم طبعا، ولكن انا اشوف بانه البرنامج تحول الى عياده وتحول الى اداره وتحول الى كافه الامور مصحه مصحه وكل الادارات اللي ما تقدرش تقدم. بالمناسبه ايضا حبذا لو بعض الاطباء يعطونا تفسير فقط، يعني انا من باب الفضول حاب نعرف تفسير لكل الشيء اللي تروى الان، يعطونا تفسير على الاقل علمي ولا اي شيء اخر، يعني مهم جدا نعرف هذا الشيء. ولكن علاش تحول البرنامج الى مصحه ولا؟ لانه الحمد لله في حلول. منبر لا شكرا لانه منبر من لا منبر له. هذا الناس كون يسمع لهم صابوا ما كاش حل، صابوا حصه يسمعها الناس والحمد لله غالب من مر من هذا الحصان الحمد لله الغالب يعني وجد جوابا ووجد علاجا. لو احنا جينا واستقبلناكم حتى ولو انه ما كنتوش. جزاك شوفي جزاكم الله خير ان شاء الله يا رب. ربي يحفظكم امين ان شاء الله. ربي يحفظ القناه هذه ما دام تسمع حتى بالدعاء. ندعو لك جميعا ان شاء الله. ندعيو لك ان شاء الله كما القناه هذه جوها العباد يعني وهزت الغلب على العباد. ما دام القناه هذه تهز الغلب على العباد وتخدم يعني الشعب وكل جزاك الله خير الحمد لله يا رب. ان شاء الله دائما يقدرنا على فعل الخير ان شاء الله. والله اني حبيت ندير نداء لبعض الائمه الصالحين انهم يديروا قيام الليل، لان القنوت موجود في الشريعه الاسلاميه. قنوت المصيبه ماهوش قنوت الفجر. قنوت الفجر سنه ولكن كاين قنوت المصيبه. اذا نزلت بالمسلمين مصيبه، الامام النووي يقول المصيبه واحد يمرض من عينه مصيبه، مدى بنا يقوم الليل من اجل هذه الاخت. يعني الى جانب الرقات نستعين بالدعاء لعل يكون انسان صالح ربي يستجب له طفله في عمرها 18 سنه. يعني خساره ان يؤذيها الجن بهذه الطريقه، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. شكرا جزيلا شكرا. إذا مشاهدينا بهذا نكون وصلنا إلى ختام عدد اليوم. أنا نشكر كل واحد تفاعل معنا خاصة فيما يتعلق بقضية أكرم والطفلة يسرى. أنا نشكر كذلك اللي راسلونا عبر الصفحة الرسمية للبرنامج على الفيسبوك لتصلوا بنا ولتقدموا لنا المقر. أنا نشكر كذلك المعدة إيمان جوادي اللي تسهر باش نقدموا لكم دائما الأفضل، وإن شاء الله نكونوا خفاف عليكم وساهمنا ولو بجزء قليل باش نرفع عليكم الغم يا رب إن شاء الله. إذا نتلاقاو الأسبوع المقبل إلى ذلكم الحين. تهلاو في روحكم. إذا ماذا بينا الناس اللي تسمعنا يسارعون أيما إنسان يقدر يعرف راقي عالم تقي يخشى الله يجري الخير على يده يتصل بهذه العائلة إن شاء الله. إن شاء الله. بعد تسجيل هذا العدد وصلتنا صور خاصة بعائلة أكرم، فبعد مرورها في البرنامج بدأ كل أفراد العائلة برقية الشرعية عند الشيخ ابن الشنفرة الذي تكفل بهم وبعلاجهم.
وهذه الصور هي للجلسة الأولى من العلاج في ولاية سيدي بلعباس. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر الحاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر الحاسد إذا حسد. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، 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 ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحالة احنا جينا بها اليوم نشخصوا الحالة تاع الطفل هذا مسكين، ولكن لقينا الأمر مختلف. يعني لقيت الأب نتاعها مريض والأم نتاعها مريضة. احنا واش درنا دروك؟ قلت لهم جيبوا لي العائلة كاع باه نعرفوا يعني نشخصوا المرض. دروك مازال لحد الآن ما شخصناش المرض نتاعو، ولكن رانا نجتهد إن شاء الله باه نشخصوا المرض، لأن تشخيص المرض أهم من العلاج. وكما وعدناكم سيظل فريق البرنامج يتابع حالة الطفل أكرم الذي تضامن معه الآلاف من الجزائريين، فانتظروا متابعة تطورات حالته في الأعداد القادمة.